اللي يقول الصحة مشي زين. احنا عمال ديوان ترقية وتسيير عقاري لولاية سعيدة في وقفة احتجاجية منذ يوم أمس. عندنا مطالب من بينها الأساسية، الأمر الأساسي باغي المدير العام لديوان الترقية والتسهيل العقاري يسمع للعمال برك، عشان كاين حقرة وكاين تهميش وكاين حتى المحسوبية. احنا بعض العمال، احنا بعض العمال اللي نضرينا ما فيش حال. انا راني في 30 عام انا خدام انا في هذه المؤسسة هذه، ما ديت منها والو. تخدم الليل نهار ومن بعد يقول لك هذا المدير العام ما تخدم ما دير ما والو. هون جيت لقيتها واجدة سيد المدير، انت لقيتها واجدة، انت لقيت امور، احنا اللي ننفذوا، نخدموا الليل نخدموا النهار نخدموا في كل شيء. ما راه عاجبه والو هذا المدير العام، ما نطاطوش حنايا، حنا ما نقولوش ما نطاطوش، ما نمشحوش الصبابيط حنا، ما لناش تاع شيتا حنايا. المدير باش يهضر معانا ويتحاور معانا، عندنا انشغالات، مطالب تاعنا، بغينا نهضروا معاه، ما بغاش يهضر معانا. هو حنايا كنا خدمنا معاه الليل والنهار، الليل والنهار في المؤسسات، يلغانا في الليل نجو نخدموا معاه. خدمنا معاه ذا عامين وحنا نخدموا معاه، واليوم بغينا نطالبوا في الحقوق تاعنا. مثلا ما بغاش يعطينا مطالب تاعنا، كاين بزاف احنا نخدموا، عندنا لي ريكيزيسيو وما ديناش، عندنا شهرين كان اللي عنده تسخيره نتاع شهر شهرين ما داش، اليوم يقول لك لا ما تديش. كي بغينا نهضروا معاه الصباح اليوم اصبح موقفنا ثلاثه تاع العمال بما فيهم انايا. هذا بمجرد هذه غير حكينا معاه باش يعاود باش يحل الفتحه، يفتح ابواب الحوار معنا، ما كانش صدروا. من بين عدد العمال بالديواني ترى هو 148 عامل. من بين ال 148 عامل عندنا 17 عامل قاموا بوقفه احتجاجيه ابتداء من نهار الامس على الثالثه والربعه بالضبط. هذه الوقفه الاحتجاجيه ما عندها حتى سند قانوني وما عندها حتى اجراءات متخذه في هذا الصدد. تبقى انها اجراءات بتحريض من عاملين عضوين بالنقابه، مع ان الفرع النقابي تبرى بمراسله رسميه للاتحاد المحلي والاتحاد الولائي.